لفت اللوبي اللبناني الدولي الأنظار مع نشره عريضة تحمل الدولة اللبنانية ومؤسساتها الحكومية مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فما هو هذا النظام وما المادة السابعة منه؟ نظام روما هو اتفاقية دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية ICC عام 2002، وطبعا بنص هذا النظام على هيكلية المحكمة وظائفها ومجالات اختصاصها، كما أنه بنص على الأربع جرائم الدولية الأساسية، وهي جرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، جرائم الحرب وجرائم العدوان. بالتالي بموجب هذا النظام صارت بتقدر المحكمة الجنائية الدولية تلاحق وتحاكم وتعاقب كبار المسؤولين بالعالم اللي ارتكبوا، الأفراد اللي ارتكبوا هكذا جرائم، واحدة من هول الأربع جرائم. والملفت أنه هؤلاء المسؤولين الكبار بيقدروا يتلاحقوا وما بيتمتعوا بالحصانة لو شو ما علي شأنهم. ومن جهة تانية هالجرائم ما بتسقط بمرور الزمن طالما ارتكبت من بعد سنة 2002. المادة 7 من نظام روما هي اللي بتعدد أنواع الجرائم ضد الإنسانية ب 11 فقرة، ونحن بدنا نتوقف عند الفقرة 11 اللي بتعتبر جريمة ضد الإنسانية الأفعال اللا إنسانية المسببة للأذى البدني أو العقلي الجسيم، وهي تتسبب عمداً في معاناة شديدة وفي أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية. نحن اعتبرنا أنه هيدا التوصيف بيطبق تماماً على الحالة في لبنان، لأنه ما حدا بيقدر ينكر أنه في معاناة شديدة عند الشعب اللبناني وأذى جسيم عم بيتعرض لإله، سواء كان بالموت البطيء من خلال مثلا التفقير، التجويع، التهجير، البطالة، عدم الاستشفاء، أو بالموت السريع مثل ما صار بفاجعة 4 آب اللي تعتبر كجريمة ضد الإنسانية. ماذا بخصوص العريضة وأهدافها؟ الهدف الأساسي لهالعريضة أنه نشكل قوة ضغط كبيرة كتير على المجتمع الدولي حتى يعتبر بصورة رسمية جريمة الفساد الكبير جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية. ولازم نعرف أنه كل واحد منا عم بيوقع على هذه العريضة عم بيساهم بتحقيق هالسابقة التاريخية اللي رح يستفيد منها مش بس الشعب اللبناني بس كل الشعوب، على أمل أن تأتي هذه العريضة بثمارها في القريب العاجل.